الاحتفال ديال اليوم هو احتفال استثنائي باعتبار انه في العاده جرات انه الاحتفالات في هذا القطاع تكون في البدايه ديال تدبير المفوض. اليوم تقريبا نشرف على نهايه عقده تدبير المفوض اللي كانت تسيرها مجموعه الاوزبيه وخادمات مقاطعتي تبريك العيادة. ارتئينا في مجمع الأوزون طبيعة الحال بتعليمات من الرئيس المدير العام السيد عزيز البدراوي أن نقوم باحتفال. هذا الاحتفال الهدف دياله هو الاعتراف والتقدير اللي تنقدموه للأجراء ديالنا اللي قاموا على مدى 7 سنوات بأداء مهامهم بالشكل المطلوب فيما يخص نظافة مقاطعتي تبريك العيادة. بطبيعة الحال لا يفوتنا أن نقدم الشكر لكل المتدخلين في عملية النظافة في المقاطعتين ذات تبريك العيادة من سلطة محلية، منتخبين، مجلس بلدي، مجلس جماعات ديال سلا، وكل المتدخلين التابعين لمجمع الأوزون بما فيهم المراقبين، السائقين، عمال الكنس، عمال الجمع، الإداريين، وبطبيعة الحال الإدارة المركزية اللي كانت كتسهر على كل صغيرة والكبيرة بمقاطعتين، وبطبيعه الحال وفرت كافه الوسائل من اجل انجاح المهام ديالنا. من هذا المنبر تنطالب العمال والاجراء ديالنا انه يستمروا في اداء مهامهم بالشكل اللي عهدناه فيهم بتفاني من اجل خدمه المقاطعتين ومدينه سلا العزيزه علينا. وشكرا. وصراحه احساس جميل انك تنهي علاقه من 7 سنوات وكما سبق وذكرنا كانوا فيها محطات نضاليه، كانوا فيها احتجاجات، وفي الاخر انك تنهيها باحتفال بين الطرفين، فهذا ما يمكن الا يكون شيء جميل جدا. هذا ان كان كيدل على شي حاجه فكيدل على الطابع ديال الاحترام اللي بقى بين العمال وبين الاداره ديال الشركه. وي للاسف اليوم ما قبل الاخير ديال العمل مع شركه أوزون، يوم الجمعه غادي نبداو مع شركه اخرى لمده 7 سنوات اخرى. نتمنوا انها كذلك تكون 7 سنوات مزيانه اللي تعرف تحسين الوضعيه الاجتماعيه ديال العمال، ونتمنوا تكون علاقه جيده. سبع سنين دوزها مزيانه بخير، لا مشاكل لا والو، لا مالك الحمد، وخدنا مولفينها في أوزون مزيانه، لا مع الناس اللي خارجين على الاعمال لا مع الناس في الاعمال. وتنشكرهم كاملين لا في الاداره الفوق لا التحت لا كلشي، تنشكرهم على عمر هذا وكيتعاملوا معنا زوين، وعمرنا ما سمعنا منهم شي كلام خايب ولا شي حاجه، كلهم كيتعاملوا معنا زوين وتنشكرهم بزاف. صراحة أوزون ما تخيناش بها بزاف، عاملاتنا بزاف وما خاصنا حتى خير معاها، زعما غزارة تبارك الله وعجباتنا. سبع سنين واعرة دازت معاها، ما شاء الله بغينا هاد الشركة تعوضنا بحالها. حنا ما تخيناش بها، والناس الشفان والمديرات كلهم مزيانين، ما حاسيش بالنقص، خدمة مرتاحة معاها، وبغينا هاد الشركة إن شاء الله تعودنا بحالها ان شاء الله. اش غنقول لكم، وانا هاد النهار عندي رائع بزاف وفرحانه وجايه فرحانه، وكانوا تيريبوا ليا وسمعت في الترياب وجيت حضرت، وجيت نحضر على المبادره ديالكم اللي لاقتني معاكم، ونقدروا نتشوفوا ونقدروا ما عرفت والله اعلم. وانا فرحانه بكم وفرحانه بجميع العمال والعاملين والشيفان وكل شيء، وتحياتي للبدراوي بزاف. وخا ودعنا ما نساناش الحفل هذا، ما سخيناش به، وفرحانين بزاف 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 بزاف، ونتمناو ليه ان شاء الله مصير طويل ومصير حياه طويله. وبغينا نشوفوا، انا من عندي يكون فرحان ونتمنى ليه داك الشيء اللي باغي في خاطره تنتمناه ليه. انا تنوصلوا ليه رساله من عندي انا الابراهيمي، تنوصلوا ليه رساله وبغيتو داك الشيء اللي ناوي الله يكمل ليه، والله يفرحوا مع وليداته، والله يغلبوا على من عاداه، والله يجعل ربي هو يسهل عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.